تصف لنا الأوضاع اليوم أو على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية. وكالة الأنباء نقلت عن أكثر من غارة تعرضت لها مناطق مختلفة في دير البلح، وأيضا أنباء عن نزوح من رفح للعديد من النازحين الفلسطينيين إلى الجنوب باتجاه دير البلح. ماذا جرى خلال الساعات الماضية؟ نعم عمر، يعني الأحداث متسارعة هنا في مناطق قطاع غزة على اختلافها. آلة البطش الإسرائيلية لازالت تعمل بشكل قوي وسريع، تهاجم الطائرات الحربية الإسرائيلية كل ما يمكن مهاجمته داخل قطاع غزة. لنبدأ بالحديث عن الغارات التي كانت في وسط قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية. مثل هذه الغارات، كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وهذا في الاستهداف الأخير، وكان قد سبقه استهداف آخر قريب من ذات المنطقة ونتج عنه شهيد وعدد آخر من الإصابات. إضافة لذلك كان هناك استهداف آخر أيضا قبل قليل في منطقة الزوايدة أيضا من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، نتج عنه شهيد وعدد آخر من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. وكان هناك استمرار لإطلاق المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، بالتحديد منطقتي أو مخيمي المغازي والبريج ومنطقة المصدر، وأيضا مشارف مخيم النصيرات وهي المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. هذه الغارات الإسرائيلية وهذه المدفعية التي لا تتوقف عن إطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين في مناطق مختلفة وسط قطاع غزة، كان هناك لها المثيل ولكن بدرجة أكثر صعوبة وخطورة في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، بالتحديد في مدينة خان يونس وأيضا في مدينة رفح. نبدأ في الحديث عن مدينة خان يونس، هذه المدينة التي حظيت هذا اليوم بعدد كبير من المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لا سيما أثناء محاصرتها لمستشفى أو مجمع ناصر الطبي. هذا المجمع الذي منذ عدة أيام يحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليه ويقوم بإطلاق الرصاص على كل ما يتحرك في محيطه، وحتى وصلت اليوم الآليات الإسرائيلية إلى جداره وقامت بإسقاط وهدم أحد هذه الجدران، وقامت بإطلاق الرصاص على كل من يخرج من المباني الخاصة بهذا المجمع، إلا أنها أيضا قامت بإطلاق سراح أحد الأشخاص الذين كانت قد اعتقلتهم وأجبرته على الذهاب لمن يتواجد داخل المستشفى، محذرا لهم بضرورة إخلاء المكان، وأجبروه على أن يوصل هذه الرسالة ويعود مرة أخرى ليسلم نفسه وهو مكبل اليدين. ما أن وصل للنازحين والكادر الطبي في مستشفى ومجمع ناصر الطبي وعاد مرة أخرى إلى الاحتلال الإسرائيلي، قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليه 3 طلقات، مما أدى إلى استشهاده على الفور. ومن ثم عندما هم النازحون بالخروج من مجمع ناصر الطبي قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليهم. هذه الصورة تذكرنا بما حدث في مجمع الشفاء الطبي عندما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اقتحامه وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. أما بالنسبة لما حدث في مدينة رفح، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، أيضا التحذيرات الفلسطينية من مغبة ما يمكن أن يحدث إذا ما قام الاحتلال الإسرائيلي بالدخول بريا إلى مستشفى أو إلى مدينة رفح التي بات يتواجد فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقذائفه على مناطق مختلفة، كان من ضمن هذه الغارات ما حصل ووصل إلى معبر رفح البري عندما أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذيفة على هذا المعبر من ناحية الفلسطينية وأصيبت طفلة. ولكن عمر، وسط كل هذه الغارات وكل هذا الدمار وكل هذه الدماء النازفة بفعل آلة البطش الإسرائيلية، لا زال الفلسطينيون هنا في قطاع غزة كل أنظارهم وقلوبهم باتت تتجه نحو القاهرة وما يحدث فيها من جلسات حوار ومفاوضات، والجميع يعلق الأمال على أن تفضي هذه اللقاءات وهذه الحوارات وهذه الاجتماعات على أن يكون هناك وقف جذري لهذا الإطلاق النار وشلال الدم الناس بقبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء الذين هم بين مزدوجين النازحين المدنيين.